تعال نشوف بقى الفلويد الجميل اللي احنا طلعناه اللي هو الايكوس بعد ما فهمنا هو بيطلع ازاي وفهمنا السيلياري بودي بقى شخصيا شغال ازاي. تعال نشوف الفيزيكال بروبرتيز والكومبوزيشن بتاعه الايكوس بتاعنا، السائل اللي احنا اللي طلعناه بقى في الاخر ده شكله عامل ازاي. بص الانتير تشامبر فوليوم 0.25 مللي لتر، البوستير تشامبر فوليوم 0.06 مللي لتر، ساعات بتزيد في القصه دي تمام. الفوليوم بتاع الفلويدز بتاعتنا بص اهي من 100 ل 400 مايكرو لترز، ده 3% من التوتال فوليوم اوف ذا جلوب، يعني الايكوس بيشغل 3% من الفوليوم بتاع الجلوب اللي هو 100 ل 400 مايكرو لترز انسايد يعني تمام. ما هي دي 250 ودي 60 تقريبا، 250 و60 مايكرو لتر، لو حسبناها بالمايكرو لتر هتبقى دي 250 مايكرو لتر ودي حوالي 60 مايكرو لتر تمام، نجمعهم يبقوا كام؟ حوالي 310، والحته اللي ورا اللينس كمان يعني بيبقى حوالي من 100 ل 400 مايكرو لتر موجوده جوه الهنا. الريفراكتيف اندكس بتاعه 1.33 which is lower than that of the cornea، وبالتالي اللايت دايفيرج سلايتلي على الكورنيو ايكوس انترفيس. انتوا عارفين الكورنيا قوتها كام اصلا؟ الانتيريو تشامبر كام؟ الانتيريو سيرفيس بتاع الكورنيا ولا ايه؟ 47، الباك سيرفيس ماينس 5، يبقى مجموعها الجبري كام؟ 42 زائد 42 تمام؟ يعني الانتيريو سيرفيس 47، الباك سيرفيس زي ما شفناها في فاكرين في اللينس كورتكس كان الايه الانتيريو سيرفيس يعمل كونفرجن، الباك سيرفيس يعمل دايفرجن صح؟ زي الكورتكس بالظبط، الكورنيا عامله كده. فدي ليه بقى؟ لان هو اقل سنه صغيره من الايه ريفراكتيف اندكس هنا، فانت طالع من دنسر ميديا على رير ميديا وراك، فعشان كده بيحصل سم نيجاتيفيتي على الباك سيرفس. الفيسكوستي بتاعته 1.025 اند دنسيتي ار سلايتلي هاير ذان ووتر، الدنسيتي بتاعته اعلى من الميه. الاوزمولاريتي 3 ل 5 ملي مولز بير لتر وسلايتلي هاير ذان ذات اوف ذا بلازما. It has a very low protein concentration. Very low protein. لأن البروتين أصلا ما بيطلعش من الكابيلرز، البارير بتاعه عالي. It has a very low protein concentration, 0.2% of the concentration of protein in the plasma. الألبومين جلوبيولين 2 إلى 1 زي البلازما. ساعات بيسألك فيها. الألبومين الجلوبيولينز في الإيكوس 2 إلى 1 على الرغم إن هي 0.2% of the concentration of protein in the plasma إنما 2 إلى 1. تمام؟ الامينو اسيدز كونسنتريشن ار هاير ذان ذات اوف ذا بلازما. ليه احنا دخلناها ليه دي؟ فاكرين السيريال بودي كان بدخلها اكتف ليه؟ مش قلنا نصنع البروتينات اللي جوه؟ عايز لينس بروتينز، عايز كولاجين في الفيتريس، عايز الحديد دي اجيب لها امينو اسيدز منين؟ دخل امينو اسيد، ما بندخلش بروتين مصنع، احنا بندخل امينو اسيد لصناعه البروتين اللي موجود في الحتت اللي جوه عندنا تمام. الهيدروجين والكلورايد ايون كونسنتريشن اولسو هاير، the bicarbonate is lower مش عالي زي اللي موجود في البلاد. الووتر 98.7% concentration. sodium ion similar to that of the plasma واحنا مدخلينه بالبامب. الاسكوربيت اند لاكتيت از ماتش هاير. خلي بالك من الكلمه دي بقى. الاسكوربيت اللي هو الفيتامين سي واللاكتيت ده concentration ماتش هاير. الجلوكوز واليوريا والنون بوتنشال نيتروجين ار سلايتلي لو. الانزيمز بقى عندنا في كربونيك انهيدريز وفي هيالورونيديز ده بيحسن الاوت فلو وفي لايزوزيمز عشان انتي انفلاماتوري تقتل اي بكتيريا تخش جوه عندنا، يعني نشوف عندنا نظافه داخليه. بس خلي بالنا احنا اعلى لايزوزيمز موجود في الجسم كله موجود فين؟ في التيرز عشان دي على السيرفس، انما دي في كلوز سيستم جوه موجود شويه نظافه كده، انما اللي على الانتيريو سيرفس ده ديفنس. عشان كده اعلى كونسنتريشن لايزوزيمز في التاريخ موجوده فين؟ في التيرز. البلاد ايكوس بارير بقى ده بيهمنا في ايه؟ لان اللعب في السد ده ممكن يلخبط الايكوس فورميشن. خلي بالك يعني ده بيهمنا بنتكلم فيه ليه لوحده. بص بيقول لك ايه؟ لارج مولكيولز such as بلازما بروتينز اند مانيتول. خلي بالك المانيتول ده احنا بنستخدمه كتير. Do not get into the aqueous even when the plasma concentration is very high. لو عندك هاي بروتينز او هاي مانيتول ما يخشش عشان البلاد ايكوس بارير ايه ما بيعديهمش.
قافل في وشهم دول. The site of this barrier are most likely to be the tight junction. اهي اللي عمالين نقول لك عليها. Between the epithelial cells and in the basement membranes. هو ده. مش فاكر التايت جانكشن دي؟ قلت لك ده البارير الكبير بتاعنا. والليمتنج ممبرينز بقى التايت جانكشن. بص ادي معنى تايت جانكشن زي مش احنا قلنا من الايبكس تو ايبكس ان في بين خلايا وبعضها اهي دي. شايف دي؟ زونيولا اوكيرودانس دي. الرسومات دي مش مرسومه اعتباطا يعني الناس دي بترسم صح قوي. تمام؟ اهو. The barrier is not absolute. مش قوي كده. Medium size and water soluble substance may penetrate and usually at a slow rate than passing through the capillary walls. A lipid soluble substance زي كلورافينيكول كان باس. بص انا عايز اقول لك حاجه. عشان بص انا عايز اتخطى البارير ده، بص عمل ايه؟ بص انا عايز اخطي البارير ده اعمل ايه؟ اعدي من خلال ايه؟ الخليه. انا عايز ما هو في حاجز، ما بص في حاجز هتفكر له باختراع ازاي تكسر الحاجز ده او شوف اكسره ان انا اعدي من خلال الخليه. لا عشان اعدي من خلال الخليه لازم ابقى ليبت صلب. مش السيل وول فوسفوليبت. فانا عشان اعدي بيها لازم ابقى ليبت صلب. خدت بالك؟ هي دي بقى اللي قصده عليها. الميديم سايز والووتر سوليبل سبستنس مي بينتريت يوجوالي ات سلو ريت وباس ذا كابيلاري. ليبت صلبل تقدر تعدي زي كلورامفينيكول، يبقى كلورامفينيكول يقدر يعدي. تمام؟ طيب بريك داون اوف ذا بلاد ايكوس بارير بتاعنا اللي هو بقى كان الكابيلاري. فاكرين بقى الايكوس بارير اللي هو كان ايه؟ الاندوثيليوم بتاع الكابيلاريز صح؟ وبعدين الليمتنج ممبرين وبعدين البيجمنتد ايبيثيليوم والنون بيجمنتد ايبيثيليوم. حتى ساعتها قلت لك النون بيجمنتد تحط لي بين قوسين كلمه تايب ايه؟ جنكشن. وبعدين الليمتنج ممبرين التاني. ايه بقى اللي يكسر البلاد ايكوس بارير ده بقى؟ اهو انترا اوكولار سيرش او انك توطي لنا ضغط العين فجاه بباراسنتيسس او ان يحصل كورنيال ابريجيا دي تعمل انتروكولار انفلاميشن في السيريال بودي بارك او بلانت تروما او انتروكولار انفلاميشن نتيجه ظهور البروستا جلاندينز او اكسسيف هيستامين برودكشن تعمل فازو دايلاتيشن. خدت بالك تفتح الباريرز دي؟ اتفقنا؟ او انتيريور سيجمنت سكيميا او الاكس راي اند بيتا راديشن او الكالي اند اذر ايريتنس او كولينرجيك دراجز زي البايلوكاربين. عشان كده البايلوكاربين ممنوع في الانفلاماتوري جلوكوما، ممنوع. بايلوكاربين بيزود بيكسر البارير مور ويطلع مور اكسوديت مور فايبرين مور ساينيكيا. عشان كده ممنوع البايلوكاربين والمايوتكس ممنوعه تماما في الانفلاماتوري جلوكوما، ممنوع لانه بيكسر البارير زياده. ما اذا كان انت لسه بنقول مين بيكسره، فاكرين هيستامين والبروستاجلاندين بيكسروه، تقوم انت تدي التالت؟ هتدي حاجه ثانيه توطي الضغط. خلاص كولين ستريز انهبيتور ساتش از اكسايوفيتس، ما دي برضو مايوتيك. البلازما هايبر اوزمولاريتي برضو بتعمل نفس القصه. تمام؟ بص بقى لما الباريرز تتكسر تقوم البروتينز تخش جوه العين. حتى ساعتها يقولوا على الايكوس ايه؟ بلازمويد ايكوس. مش احنا قلنا الايكوس تقريبا عباره عن بلازما ماينس بلازما بروتينز، بروتينز ما تخشش خالص. طب لما البروتينز تخش يبقى رجعنا تاني يبقى شبه ايه؟ البلازما. عشان كده يسموها بلازمويد ايه؟ ايكوس. البروتينز تمام؟ وبعدين كمان اكتر من البروتين سيلز تخش لينفوسايتس وانتي بودز تخش عندك ايمونوجلوبينز. تمام؟ بص بقى بيقول لك ايه؟ الستيرويدز. ستيرويدز lower the increased permeability of the blood aqueous barrier. الستيرويدز lower the increased permeability. عشان كده الستيرويدز بسرعه تحسن لك الايه؟ الانفلاميشن. تقلل البروتينز اللي داخله وتقلل الانتي بودز اللي داخله وتقلل السيلز اللي داخله في انتي انفلاماتوري، لانها بتحسن البلاد ايكوس بارير ده تخليه يرجع يشتغل تاني. في معلومه تانية يمكن خدناها من شويه اللي هي بتاعت الايه؟ ان المانيتول ما بيعديش زي البروتينز. فعلا المانيتول بنديه لما بنديه في الاكيوت ستيج بتاعت الاكيوت كونجستيف جلوكوما وتدي مانيتول، مانيتول بيفضل في الفيسلز يوم يشفط ميه من اكبر حاجه موجوده عندنا جوه العين. مين اكبر حاجه جوه العين؟ الفيتريس مش الايكوس. خلي بالك الفيتريس مش الايكوس. نشفط ميه من مين؟ من الفيتريس. يتواجد بقى المانيتول ده بكميه كبيره في العين يشفط ميه من الخزان الكبير. انت شفت الايكوس كان غلبان 3% من حجم العين،
انما التاني ده كان كبير جدا، ده العين 7 مللي، الفيتريس كان كام؟ 3.9 من 10 مللي او 4 مللي، العين 7 هو كان 4، 4 من 7، خدت بالك ازاي؟ فاكبر كونتينر عندنا للميه، والفيتريس برضه كان 98% ميه، اكبر كونتينر عندنا للميه هو كان الفيتريس، فالمانيتور يسحب ميه من الفيتريس مش من الايكوس، من الفيتريس، عشان كده يعمل فوليوم ريدكشن للفيتريس جوه، يقوم يقلل الانتراوكيولار ايه؟ بريشر، يقلل الانتراوكيولار بريشر، تمام؟ بس خلي بالك انه بيسحب الميه من حاجات كتير وبيرجع بيها للسيركيوليشن، عشان كده المانيتول بيتاخد وانس. اوعى تكرر المانيتول الا لو ركبت سنترال فينوس لاين، والا لو كررت المانيتول الحكيمه قالت لك بتعلق مانيتول تاني بعد شويه تلاقيها جايه لك يا دكتور الحق العيان بيكركر. عارف يعني ايه بيكركر العيان؟ يعني انا كده تمام. ليه؟ المايه وصلت هنا البالمونري ايديما، وصلت لغايه اللارنج بتاعك، فبيكارج عامل زي الشيشه طلع، بعد شويه تقول لك اسكت ده الحق ده سكت خالص، ده راح يشتكيك لربنا يقول لك وقعت مع دكتور فظيع الحقيقه علق لي 2 مانيتول، المايه كبست على صدري مونت من الهارت فيلير والبالمونري ايديما، تمام. شفت بقى؟ اوعى تركب مانيتول مرتين ورا بعض الا لو عايز مزنوق فيه قوي، علق ايه؟ سنترال فينس لاين، يسلك سنترال فينس بريشر، تجيب بتاع الانستيزيا ويروح معلق لك سنترال فينس لاين ويقعد جنب ازازه المانيتول يبقى ده في تاني ازازه مانيتول، اول ازازه مانيتول سمح مفيش مشكله، بس ما نجيبش واحد بقى عنده هارت فيلير وتركبها له. فهمت القصه دي؟ يعني لو واحد نورمال علق ازازه مانيتول مفيش مشكله، ما تخافش منه، تمام؟ طيب يبقى شفنا البلاد ايكوسبيريا، وشفنا ان الاستيرويد بتساعد ان هو ما يتكسرش، وشفنا حاجات كتير قوي ممكن تكسره وتطلع لنا بروتين وتطلع لنا سيلز وبتاع اللي هي الانفلاميشن تحصل انسايد جاست.